السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سمعنا كثيرا عن الناصر صلاح الدين الأيوبي، ولكن الكثير من المسلمين لم يسمعوا عن البطل المجاهد والملقب بالذئب الأزرق. ولد في 27 من محرم سنة 549 من الهجرة، حكم مدينة أربيل في عهد صلاح الدين الأيوبي. أعجب به صلاح الدين وبشجاعته وثباته معه في ميادين الجهاد. تزوج من أخت صلاح الدين ربيعة خاتون، شارك في معظم الحروب التي خاضها صلاح الدين ضد الصليبيين، بداية من فتح حصن الكرك سنة 580 من الهجرة. من صاحبه أرناب تولى قيادة جيوش الموصل والجزيرة في معركة حطين. هو صاحب فكرة إحراق الحشائش التي كانت تحيط بأرض المعركة حين وجد الرياح في مواجهة جيش الصليبيين، والتي أسهمت في هزيمة الجيش الصليبي. توفي الذئب الأزرق في 14 من رمضان سنة 630 من الهجرة عن عمر ناهز 80 عاما.